وينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا أحمد العربي. أحمد، جوبا تستعد إذن غدا لمباحثات جديدة طبعا لحركات مسلحة مع الحكومة السودانية، عنوانها غدا ماذا سيكون، أو على الأقل العنوان الذي ستذهب به الحكومة السودانية غدا لتتحاور مع الحركات المسلحة؟ أحمد. نعم دالي، الحكومة السودانية الآن على كافة مستوياتها تذهب بكلياتها إلى جوبا أملا في تحقيق السلام. العنوان الذي ستذهب به هو سلام نهائي يفضي إلى إيقاف الحرب تماما، التحول إلى السلام في كل المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والنزوح. الحكومة السودانية الآن على أعلى مستوياتها، هذا الوفد الذي يقوده الفريق أول محمد حمدان دوغلو عضو مجلس السيادة، وطبعا كل أعضاء مجلس السيادة هم من ضمن المجلس الأعلى للسلام، بالإضافة إلى رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء الأستاذ عمر مانيس، أيضا هو من ضمن هذا الوفد. يعني الحكومة الآن بكلياتها تتجه نحو هذه الخطوة التي بلا شك ربما ستحسم الملف الأول في ملفات الحكومة الانتقالية وهو ملف السلام. طيب أحمد، في النواحي الإجرائية، يعني من سيحضر من الحركات المسلحة؟ هل الحكومة على علم مع من ستتفاوض هذه المرة؟ وهل هناك شخصيات دولية ستحضر هذا اللقاء؟ نعم دالي، المعلومات المتوافرة لنا حتى الآن أن الجبهة الثورية بكلياتها ستكون حاضرة، أيضا هناك جماعات مطلبية ستنضم إلى مفاوضات السلام، بالإضافة إلى الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو هي أيضا ستكون حضور في هذه المفاوضات. جوبا أيضا وجهت وأرسلت رقاع الدعوة لعدد من الدول الصديقة والشقيقة للسودان وللمهتمين بالسلام في السودان سواء كان إقليميا أو دوليا. يعني الافتتاح هذا الذي سيكون يوم غد سيكون بحضور دولي وإقليمي مشهود حسب المعلومات المتوافرة لنا من جوبا. نعم داليا. طيب بخصوص يعني المدى الزمني، نعلم أنه دائما مفاوضات السلام تأخذ أكثر من مداها الزمني لتفاصيل إجرائية أكثر، هل وضعت خطة زمنية على الأقل من ناحية الحكومة السودانية أحمد؟ داليا، هذه الجولة سبقتها جولة أفضت إلى اتفاق ما يسمى اتفاق جوبا الإطاري. هذا الاتفاق نص على أن تكون المفاوضات تنطلق في 14 أكتوبر وحد أقصى لها 14 نوفمبر القادم، أي أنها قد حدد لها شهر كامل لحلحلة كل الملفات العالقة والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي. يعني هذا هو سقف زمني، ربما وضع 14 و15 نوفمبر كحد أقصى للوصول إلى تسوية وحل نهائي في ملف السلام. نعم داليا، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، مراسلنا من الخرطوم أحمد العربي.